السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بيبرو تريدر، والتحليل الأسبوعي للسوق السعودي من يوم 17 إبريل حتى يوم 21 إبريل. إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام، والمؤشر العام طبعا اتكلمنا عليه في آخر فيديوهين، وقلنا إن المؤشر العام عنده منطقة طلب. المنطقة دي كانت تمثل منطقة عرض سابقا، وقلنا ما ظهرش منها أي إشارة انعكاسية تقول إن فيه هبوط. هو اللي حصل ده هنا يوم الأربع الماضي كان هبوط تصحيحي، وبعد الهبوط التصحيحي ده ممكن نشوف ارتفاع مرة تانية، أو مش اللي هو هبوط تصحيحي، هو بيعمل إعادة اختبار، إعادة اختبار للمنطقة اللي ما بين 13542 ل 13300 21، ويرجع للصعود مرة تانية. وبالفعل زي ما واضح أمامنا، جه يوم الخميس، يعني هو يوم الأربعاء عمل إعادة الاختبار، يوم الخميس نزل شوية وبعدين بدأ يرتفع تاني، أغلق عند 13621. بعد الإغلاق ده يمثل إغلاق أسبوعي ممتاز على المؤشر وبيدعم الصعود إن شاء الله. فأنا متوقع إن المؤشر بإذن الله هيكون ليه أهداف كويسة خلال الفترة القادمة. خلينا نحددها مع بعض. ممكن نقول إن هدفنا القادم على المؤشر إن شاء الله يعني يمتد معانا لحد النقطة دي، 15050 بإذن الله. ده بالنسبة للمؤشر العام. طيب تعالوا نشوف الأسهم اللي حضراتكم طلبتوها خلال الفيديو الماضي. وعندنا أول سهم أرامكو. ارامكو برضو يعني مازال في نفس النطاق العرضي اللي هو ماشي فيه، اللي اتكلمنا عليه برضو في الفيديو الماضي، ما بين ال 42 50 لل 43 10، ده النطاق العرضي اللي ماشي فيه سهم ارامكو. قلنا لو اخترق ال 43 10 وطلع بره النطاق العرضي ده هنشوف ارتفاع كويس للسهم ان شاء الله، وعندنا اهداف ال 44 80 وال 46 ريال ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم اماك. ادي سهم اماك. سهم اماك طبعا بدأ يهبط شوية، وصل لل 115 20، ما عنديش اي مشكله خالص لو لقيته نزل تاني لل 112 60 ساعات، واداني اشاره ساعتها هتكون فرصه مره اخرى، اللي ما اشتراش من هنا يقدر يشتري مره تانية. احنا كنا قايلين عليه الاشتراء من 112 60، فاللي اشترى من 112 60 طلع معاه لحد ال 119 80، ودلوقتي هو 115 20، فمحقق معاه نسبه كويسه. لو عايز يخرج منه دلوقتي او عايز يسيبه ما عندوش مشكله، كده كده يعني ممكن لو هيخرج ما يخرجش بكل الكميه، يخرج جزء بس نص الكمية مثلا، والنص التاني يخرج منه لو اغلق تحت ال 112 60، ساعتها مش هيكون خسران حاجة، تمام. لكن لو بدأ يدينا من ال 112 60 اشارة انعكاسية مرة تانية، يقدر يرجع يشتري تاني بنص الكمية اللي باعها فوق او اكتر، ويطلع معاه مرة تانية. فالسهم كويس وفي اتجاه صعودي ممتاز، وشايف ان هو هيكون لسه ليه اهداف اعلى ان شاء الله. نيجي للسهم التاني معانا، سهم البابتين. ادي سهم البابتين. البابتين طبعا ارتفع معانا يوم الخميس بقوة، اهو ارتفع ارتفاع كويس جدا يوم الخميس. احنا اتكلمنا ان البابتين بيجمع في المنطقة دي، صعد معانا يوم الاربع ويوم الخميس، والاغلاق الاسبوعي بتاعه يعني شايفه اغلاق ممتاز جدا، اغلاق جميل يعني شمعة انعكاسية ممتازة، وما زالت في نطاق التجميع. فانا شايف ان البابتين مازال وجهة نظري فيه هي اللي انا قلتها قبل كده، شايف ان هو هيكون ليه صعود قوي جدا طالما السهم اعلى ال 27 70 وما تمش كسرها. لو كسر ال 27 70 واغلق اسفلها ساعتها ممكن نكمل هبوط وبقوه، لكن طالما السهم اعلى المنطقه دي ممكن نشوف صعود لحد ال 34 50 ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم نادك. سهم نادك معانا برضو اخترق منطقة العرض، هي كانت منطقة عرض وتم اختراقها، نزل عمل لها إعادة اختبار ورجع صعد تاني. أنا شايف بإذن الله يعني الإغلاق بتاعه يوم الخميس إغلاق كويس، الإغلاق الأسبوعي إلى حد ما برضو كويس. هو هنا الأسبوع اللي قبل الماضي طلع اخترق المنطقة، الأسبوع الماضي نزل عمل ريتست وإدانا شمعة كويسة إلى حد ما. فأنا أتوقع صعود على سهم نادك إن شاء الله مرة أخرى. الصعود ده هيمتد معانا فين؟ عندنا هنا الترا هاي فوليوم. الالترا هاي فوليوم ده ممكن نروح للقمة بتاعته عند ال 37 60، وقبل ال 37 60 المفروض عندنا مقاومة هنا، ممكن نعتبرها منطقة عرض ما بين ال 36 65 لل 37 60، دي منطقة العرض بتاعتنا اللي ممكن يوصل لها أول حاجة. تاني حاجة لو اخترق منطقة العرض دي عندنا نقطة مقاومة عند ال 40 30، او منطقة عرض ما بين ال 40 30 لل 42 20 ان شاء الله، دي المنطقة التانية اللي ممكن يوصل لها في حالة اختراق ال 37 60 ان شاء الله. نيجي للسهم التالي معانا، سهم تهامة للاعلان. ادي سهم تهامة للاعلان. سهم تهامة للاعلان طبعا، لحظة واحدة اهو،
هو شكله مسح ال ما علينا. او لا تمام، الاعلان حصل له زيادة رأس تخفيض رأس المال تقريبا، او زيادة او تعديل في السهم، عشان كده الاسعار متغيرة، اسعاره اصلا ما كانتش كده. عموما سهم تهمة الاعلان دلوقتي واقف عند ال 129.80، المفروض ان هو ارتد من منطقة طلب ممتازة جدا ما بين ال 123.80 لحد، لينا نشوف لحد كام اهو، 123.80 ده النقطة الأولانية. النقطة التانية عندنا هنا عند ال 119 ريال واربع هللات، دي منطقة الطلب اللي ارتد منها سهم توهم للإعلان. الإغلاق بتاعه يوم الخميس ويوم الأربع كان ممتاز، الإغلاق الأسبوعي إلى حد ما يعني مش أفضل حاجة، بس هو كويس طالما أعلى المنطقة دي وما كسرهاش فهو كويس. شايف بإذن الله إن إحنا ممكن السهم يرتفع معانا لحد هنا كهدف مبدئي ال 134.79، اختراق ال 134.79 والاغلاق عليها ممكن نوصل ان شاء الله لل 151.25. لكن في حال لا قدر الله ان هو كسر ال 119 ريال واربع هللات، كسر المنطقه دي، ممكن نشوف هبوط قوي على سهم تهامه للاعلان، قد يمتد معانا لل 85.32. ده بالنسبه لسهم تهامه للاعلان. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم اللوجين. اللوجين طبعا ارتفع معانا وبقوه، كنت منزل توصيه عليه يوم الاربع ان هو للشراء، وارتفع معانا الحمد لله يوم الخميس حوالي 7%، وانا متوقع ان هو يستمر في الصعود ان شاء الله. هو جاب معانا الهدف الاول عند ال 74 90، جاب معانا الهدف الاول ما شاء الله، وهو محقق معانا اكتر من 8% من سعر دخول التوصيه لحد دلوقتي، فانا متوقع ان هو لسه ليه صعود قوي، هيوصل معانا لل 87 45 ان شاء الله. ولو اخترق ال 87 45، او هو يعني من ال 87 45 لل 92 ريال وخمس هللات، ده الهدف القادم بتاعنا ان شاء الله على سهم اللوجين. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم سبكيم العالمية. ادي السهم معانا، طبعا سهم سبكيم العالمية دلوقتي واقف عند قمة تاريخية ليه عند ال 57.50. طبعا كان عندنا هنا نقطة مقاومة اهي عند ال 56.20، النقطة دي كان صحح منها شوية وبعدين صعد اخترقها، نزل عمل لها اعادة اختبار وبدأ يصعد تاني. انا متوقع بعد الاختراق ال 56.20 واعادة الاختبار ليها، انا متوقع ان احنا ممكن نشوف ارتفاع قوي لسهم سبيكيم العالمية ان شاء الله، و يعني هنشوف صعود معانا. خلينا نشوف كده جميع البيانات، يعني لا دي القمة التاريخية بتاعته، فنيجي بفيبوناتشي كده نقيس على اخر موجة تصحيحية من هنا اهو، تمام. المفروض ان هو هيوصل لل 58 68، اختراق ال 58 68 ان شاء الله ممكن نشوف ال 62 68، ده الهدف القادم ان شاء الله على سهم اسبكيم العالمية. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم البنك الاهلي. البنك الاهلي برضو اخترق معانا منطقة عرض قوية جدا ما بين ال 73 50 لل 75 30، كانت تمثل منطقة عرض قوية، اخترقها ونزل عمل اعادة الاختبار وبدأ يصعد تاني، وكمان اغلاق اسبوعي اكثر من ممتاز. فانا شايف ان شاء الله سهم البنك الاهلي لسه ليه ارتفاع قوي، خلينا نشوف ممكن يرتفع لحد فين. هو المفروض ان هو برضه في قمة تاريخية، فبنيجي على اخر موجة هبوطية كده عملها السهم من هنا اهو، كانت بدايتها عند ال 75 30 ونهايتها هنا وبعدين بدأ يصعد. يعني المفروض الهدف القادم بتاعنا عند على البنك الاهلي ال 77 83 وبعدين 81 ريال واربع حلالات، وفي حاله اختراقها عندنا مستوى ال 261 في بوناتش اللي هو عند سعر 90 34. دي الاهداف القادمه ان شاء الله على البنك الاهلي. ننتقل لبنك الجزيره. ادي الجزيرة بنك، الجزيرة بنك برضو يعني احنا حللناه في الفيديو التحليل الاسبوعي يوم السبت الماضي، وقلنا ان هو اخترق منطقة عرض وعملها عد اختبار وهنشوف صعود، وفعلا حصل معانا صعود يوم الثلاث بقوة حوالي 7.25%، يوم الاربع صعد معانا برضو شوية وبعدين
قفل بشمع انعكاسها. يوم الخميس رجع تاني وارتد ارتداد قوي. فانا متوقع ان السهم طالما اعلى ال 27 65 ل 29 ريال و9 حلالات، طالما السهم اعلى المنطقه دي هيرجع تاني للقمه اللي عملها هنا عند ال 32 75، ولو اخترق ال 32 75 واغلق عليها هيكون عندنا اهداف اعلى على بنك الجزيره. الاهداف دي خلينا نشوف ممكن تمتد معانا لحد فين، نكبر التشارت كده ونشوف فين المقاومات بتاعتنا. دي اول مقاومة عندنا هتكون هنا كده بالظبط عند ال 44 81، ولو اخترق ال 44 81 هيكون عندنا ال 52 79 ان شاء الله. يبقى زي ما قلنا لو السهم فضل محافظ على الاغلاقات بتاعته اعلى منطقة العرض اللي هي عند منطقة اللي كانت منطقة عرض وتحولات دلوقتي منطقة طلب اللي ما بين 27 65 ل 29 09، لو فضل اعلى المنطقة دي وما اغلقش اسفلها هنوصل تاني لل 32 75، ولو اخترق ال 32 75 هنشوف ال 44 81 وبعدين ال 52 79، بس ده طبعا على المدى البعيد على بنك الجزيرة. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم ينساب. سهم ينساب طبعا نزل وكمل نزول معانا وقرب دلوقتي لمنطقة طلب قوية ما بين ال 63 لل 64 70. المنطقة دي منطقة طلب قوية جدا على سهم ينساب، فأنا شايف إن السهم لو وصل للمنطقة دي وإدانا إشارة كويسة هتكون فرصة شرائية ممتازة، نصعد مع السهم لحد ال 75 60 إن شاء الله. أما في حالة إن هو في حالة كسرها واغلق تحت ال 63 ممكن ينزل معانا للدعم اللي هنا ده عند مستوى ال 61 80. فطبعا احنا ممكن نخلي لو اللي هيشتري من المنطقة دي يخلي وقف الخسارة بتاعه تحت اغلاق تحت ال 61 80، ولو اغلق تحت ال 61 80 ساعتها هيكون خروج، لان ساعتها ممكن ننزل لحد ال 56 20. ده بالنسبة لسهم ينساب. نيجي للسهم التاني معانا هو سهم رعاية. ادي سهم رعاية. سهم رعاية برضو مازال في ترند صاعد اهو. السهم نزل معانا المفروض ان هو عنده منطقة طلب في المنطقة دي كده ما بين ال 73 70 لحد ال 75 10. هو دلوقتي بيصحح، يعني صعد معانا بقوة وبيصحح. لو جينا رسمنا مثلا فيبوناتشي على الموجة الصعودية الأخيرة دي هنلاقي إن هو بيصحح من عندها، هو وصل تقريبا لحد الخمسين وبدأ يرتد. لو نزل معانا تاني يعني هو نفس المنطقة بتاعتنا متوافقة معانا مع الواحد وستين للخمسين، أو يعني الواحد وستين فيبوناتشي عند التلاتة وسبعين سبعة وتلاتين والخمسين عند الخمسة وسبعين خمسين، فيعتبر تقريبا عند نفس المنطقة بتاعتنا. لو نزل للمنطقة دي مرة تانية وادانا منها اشارة انعكاسية زي ما ظهر هنا كده هيبتدي يصعد معانا، بس انا شايف ان هو ممكن يصعد على طول. خلينا نبص على الاغلاق الاسبوعي بتاعه. الاغلاق الاسبوعي بتاعه ايجابي الى حد ما، بس اللي مخوفني منه شمعة الاسبوع اللي قبل الماضي دي، شمعة ابتلاعية ابتلاع بيعي قوية، والاسبوع الماضي صحح لمنتصف الشمعة بالظبط وبدأ يهبط تاني، فده اللي مخليني قلقان شوية. فلو السهم نزل يعني انا ممكن ما اشتريش دلوقتي، هشتري لو وصل للمنطقة دي مرة تانية او لو اخترق القمة بتاع الاسبوع الماضي اللي هي عند ال 80 25. لو اخترق قمة الاسبوع الماضي 80 25 واغلق عليها ساعتها هصعد معاه او هشتري معاه واصعد لحد ال 84 50 باذن الله على سهم رعاية. ننتقل لسهم دار المعدات. دار المعدات طبعا الاسبوع الماضي طلعت معانا بقوة وعملت ليميت اب يوم الاثنين، يوم الثلاث صححت، الاربع رجعت تاني للصعود، الخميس تصحيح بسيط، ولكن انا شايف دار المعدات لسه ليها ارتفاع تاني ان شاء الله. الاغلاق الاسبوعي بتاعها ممتاز جدا جدا، اغلاق قوي جدا على دار المعدات، فانا شايف ان هي توصل للقمة اللي عملتها الاسبوع الماضي مرة اخرى اللي هي عند مستويات ال 93 او ال 94 بالظبط، ولو اخترقتها هنشوف اهداف اعلى على سهم دار المعدات ان شاء الله. تعالوا نشوف برضو دار الاركان. ودار الاركان الحمد لله قلنا هتصعد من المنطقة دي وصعدت معانا وقفلت يوم الخميس اغلاق ممتاز جدا جدا على اليومي، والاغلاق الاسبوعي
كويس الى حد ما، فانا شايف ان هي تكون فرصه الاسبوع القادم ان هو يرجع تاني للصعود ان شاء الله. شايف على المدى المتوسط ممكن نوصل لل 12 20 12 42 مره اخرى باذن الله. اللي هيشتري وقف الخساره بتاعه هيكون اغلاق يوم كامل اسفل ال 10 ريال و60 هلله. نروح لسهم كيان السعوديه. سهم كيان يعني نزل ارتكز معانا على الترند الصاعد بالظبط، وبدأ يرتد معانا يوم الخميس ارتداد قوي جدا، ارتفع حوالي 3.25%. شايف برضو الاغلاق بتاع يوم الخميس ممتاز بغض النظر عن الاغلاق الاسبوعي، بس اغلاق يوم الخميس اغلاق ممتاز، ارتكز على الترند يوم الاربع، يوم الخميس طلع معانا بقوة. حتى لما حللنا السهم يوم الاربع وقلنا ان السهم نزل وكسر منطقة الطلب، قلت ما عنديش مشكلة، بس السهم لسه ممكن ينزل يرتكز على الترند الصاعد ده ونشوف صعود تاني، وفعلا صعد معانا يوم الخميس صعود ممتاز. فانا شايف ان استقرار السهم اعلى المنطقه دي والاستمرار اعلاها هنشوف صعود قوي باذن الله. ممكن يرجع تاني لل 22 90، وبعد كده ممكن نشوف 23 50 24 ريال و6 هلالات ان شاء الله. ننتقل للكيميائيه. ادي الكيميائيه، الكيميائيه معانا يعني قربت من منطقه الطلب اللي ما بين ال 33 لل 33 60، وبدات ترتد تاني، بس حتى الان لسه يعني ما فيش اي اشاره، والاغلاق الاسبوعي بتاعها اغلاق سلبي اهو، يعني اغلاق سلبي. فانا شايف ان هي ممكن ترجع تاني للمنطقه دي، أو لسه ما وصلت لهاش، يعني انا شايف ان هي توصل للمنطقه دي، ومن المنطقه دي ممكن يرجع للصعود مره اخرى 37 65 38 65 ان شاء الله. نيجي لسابك للمغذيات الزراعيه. سابك للمغذيات الزراعيه قلنا ان هي عند منطقه طلب، بس للاسف يعني الاغلاقات بتاعتها اغلاقات سلبيه. شايف لو نزلت واغلقت يعني الاغلاق الاسبوعي سلبي جدا طبعا، شايف ان هي مع بداية الاسبوع القادم لو شفنا اي اغلاق تحت ال 176 20 تنزل معانا من 162 لل 165 80. نيجي لسهم معادن، وحد كان بيسألني سهم معادن ممكن ينزل لل 105. شايف ان هي يعني ممكن في حالة كسر ال 131 80، لو كسر المستوى ده ممكن انها تنزل، بس مش لل 105، ممكن لل 110، ومن ال 110 يكون ارتكز على الترند الصاعد ويبتدي الصعود مره اخرى تاني لل 131 80، وبعدين ال 150 80. والاغلاق الاسبوعي بتاعها على فكره، او الاغلاق اليومي عفوا يوم الخميس الماضي، كان كويس الى حد ما ان هو نزل ارتكز على المنطقه دي وبدا يرتد تاني، فانا شايف ان الاغلاق كويس وممكن يصعد تاني مع بدايه الاسبوع القادم. عندنا سهم كهرباء السعودية. سهم كهرباء طبعا وصل لنقطة المقاومة وبدأ ينزل مرة تاني عند 27.80، وبدأ ينزل مرة تاني. اتوقع ان هو ممكن يستمر في النزول لمنطقة الطلب ما بين 25 90 ل 26 45، ومن المنطقة دي ممكن يرتد تاني، والاغلاق الاسبوعي بتاعنا سلبي برضو للأسف. فانا شايف لو وصل السهم للمنطقة دي مرة تانية وادانا اشارة انعكاسية، تكون ساعتها فرصة كويسة ان احنا نستهدف في 27 80، وباختراق ال 27 80 نكمل معاه لحد ال 31 مرورا طبعا بالاهداف اللي امامنا. نيجي لسهم بعظيم. ايه ده سهم بعظيم. سهم بعظيم طبعا وصل لمنطقة طلب، بدأ يرتد ارتداد كويس. الاغلاق اليومي بتاعه يوم الخميس كان اغلاق كويس جدا، شمعة انعكاسية ابتلاع، مش شمعة مثالية طبعا، بس هي تمثل ابتلاع شرائي. والاسبوعية برضو مش مثالية بس كويسة، تعتبر بين بار. فانا شايف استقرار سهم بعظيم اعلى المنطقة دي ما بين ال 88 50 لل 93 50 هيدعم السهم المزيد من الصعود ان شاء الله. ممكن نوصل لل 109، واختراق ال 109 يودينا لل 127. طبعا كسر ال 88 50 معناته وقف خسارة، والسهم هيكمل هبوط لو كسر المستوى ده. نيجي لسهم شاكر. ادي سهم شاكر. سهم شاكر وصل لمنطقة طلب عند ال 19 ريال لل 20 12، بس حتى الان لسه ما فيش اي اشاره انعكاسيه ظهرت. لو ظهر اشاره انعكاسيه من المنطقه دي انا متوقع ان يكون في صعود كويس. لو ادانا اشاره انعكاسيه من المنطقه دي ممكن نصعد لل 22 90، واختراق ال 22 90 هيوصلنا لل 24 95 ان شاء الله. نيجي لسهم اسواق العسيم. سهم اسواق العسيم يعني في وايد رينج صعب جدا وممل جدا، يعني انا شايف ان افضل مكان ممكن نشتري منه سهم اسواق العسيم في حالة اختراق ال 120. لو اخترق ال 120 يعني شايفين المنطقة دي بقاله عندها يعني داخل في سنة اهو،
لو اخترق المنطقة دي اتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف ال 126 48 133 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم اسواق الاسهم. عندنا سهم الاسماك. سهم الاسماك في ترند هابط، وقلت سهم الاسماك غير مناسب للشراء غير باختراق الترند الهابط ده. لو اخترق الترند الهابط ده ساعتها تكون فرصة كويسة، وكمان شفنا كسر نقطة الدعم بتاعتنا اللي عند ال 41.65 يوم الأربع الماضي، يوم الخميس عمل إعادة اختبار ونزل تاني للأسف. فالسهم للأسف بالنسبة لي ممكن يكمل هبوطه بقوة لحد النقطة دي كده عند مستوى ال 33.80 تقريبا، أو 33.85. آخر سهم معانا سهم الجبس. آدي سهم الجبس. سهم الجبس معانا طبعا كسر منطقة الطلب اللي ما بين 42 لل 42.85، وبدأ يرتد تاني يعني بنسبة كبيرة ممكن يكون كسر كاذب. مش هفكر في شراء سهم الجبس غير لو اخترق معانا ال 42.85. لو طلع تاني فوق ال 42.85 ساعتها تكون فرصة كويسة. لو ما طلعش أو طلع وعمل إعادة اختبار ونزل تاني، ساعتها أتوقع إن هو ممكن ينزل بقوة للمنطقة دي ل 34.20 لل 36.20، ودي هتكون المنطقة الأفضل في الشراء. وبكده أكون انتهيت من التحليل الأسبوعي للسوق السعودي، أتمنى أكون أفدتكم. ولو عند حضراتكم أي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت أسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم وأجاوب عليه في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.